السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة راقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراق. لابد أن تهرب وبسرعة، والآن، وإلا فلا مهرب لكما أبدا من جلاد شداد. ولكن الملكة أعطتنا الأمان. لا الملكة ولا غيرها، لا أمان لأحد الآن أبدا، اهرب وبسرعة. لن نخرج من هنا إلا إذا أمرتنا الملكة. الملكة لا تملك الآن شيئا، افهم عني ما أقول. لقد أعطتنا الأمان. أم لم يعد لكلمة الملكة وزن في هذا القصر؟ هي لا تملك الآن الأمان لنفسها، لقد انطلق الشر من عقاله ويعرب وسالمة. اتركوهما في يد الله، أما أنتما فهربا واهربا بسرعة، فلا أمان لكما هنا. ولكن افهما، أنا أقامر بمكانتي عند الملك، بل ربما كنت أقامر بحياتي كلها لكي أحذركما، فهربا أرجوكما وبسرعة. ما نفعل يا صالح، ما نفعل؟ هل نتركهما في يده ونعود إلى قومنا من غيرهما؟ لقد وثق فينا فقدناهما إلى هلاكهما. يعرب كان يعرف الخطر الذي يتعرض له، وقد جاء لأنه أراد أن يجيء. لا أمل في أن نستطيع له هنا شيئا، ولكن ربما استطعنا أن نفعل شيئا مع الآخرين. ولا أمل في هؤلاء أيضا، فقد حشد شداد الجيش، وماذا يستطيع الشعب الأعزل أن يفعل أمام جند شداد المسلحين؟ المرارة تملأ كلماتك وصوتك أيها القائد قيس. كان الأمل كبيرا في أن يصل يعرب إلى قلبه بصوت العقل، أو أن تصل الملكة إلى عقله بصوت القلب، ولكن كان يخدعهما. كان يريد أن يعرف، وحين عرف ما أراد أظهر أنيابه كاملة، فهو لا يعد أن يكون نفس الوحش المفترس الذي لا يجد المتعة إلا في المزيد من الدماء المبذولة لبناء صرح مجده وبسط سطوة نفوذه. إذن فمصير الملكة مهدد هو الآخر. لا يجرؤ أن يمس شعرة من الملكة، فهو يعرف حب الناس لها. أنت لا تعرفين مدى احترامه للناس، سواء أحبوا أو كرهوا. ماذا تعني أيها القائد قيس؟ لا يحمل شداد أي احترام للناس، الناس عنده سائمة، يأمرهم فيطيعون، مجموعة من العبيد، هو إلههم الأعلى الذي له حق الطاعة العمياء والمطلقة. لم يتغير شيء في شداد، ولا حل إلا قتله. لا تقل هذا أمامي. بل لا تقله أبدا. هيا بنا يا صالح، فأمامنا مهمة طلبتها الملكة، ولا بد أن ننفذها، حتى لو كانت الملكة في أسر شداد أو تحت سطوته. مهمة؟ أي مهمة؟ يخيل إلي أن المطلوب مني الآن وبعد كل هذا اليأس أن أجد حفرة مناسبة فأدفن فيها نفسي إلى الأبد. أنت لا تذكر إذن ما طلبته بنت شديد ملكة عاد؟ لم أعد أذكر شيئا، تاه عقلي وضاع، الشر يبتلع كل شيء، لم يعد هناك أمل في أي شيء، فأي شيء أذكر؟ ما جئتك إلا بالأمل في أن تهرب من شداد وسطوته وعنفه. نهرب من جديد؟ ما أتعس الهرب، نترك كل شيء في يد الطاغية ونحن نكتفي بأن نهرب. نندفع من كل جحر ومن كل زاوية ومن كل مخبأ لنهرب تاركين كل شيء بين يديه، يفعل ما يشاء ويقرر ما يشاء لنا ولغيرنا. أما نحن فالهاربون أبدا، والهاربون دوما. ولو صمدنا ماذا نفعل؟ كل ما سنقدر عليه هو أن نضيف أسماءنا إلى قائمة ضحاياه، ولا شيء غير هذا يا صالح. صدقت أسماء، أسرع يا بني، خذها بعيدا،
ولا تظهر في الأحقاف بعد هذا أبدا. والملكة ويعرب وسالمة. أسماء لعبت دورا في تاريخ عاد ثم ضاعت وسط زحام الصراع المر. وتضيع يا قيس؟ أضيع أنا وأسماء لا بأس، لكن يعرب لا يضيع. جليلة بنت شديد لا تضيع. أنت يا قيس قائد الجيش لا تضيع. بل الكل يضيع الآن، ربما بعد حين لن يضيع أحدنا، ولكن الآن هذه اللحظة السيف يرتعش فتهتز حول حده الأضواء. الآن كل معترض يضيع وبلا أمل في شيء. أما الغد فهو الأمل، ولهذا أنا أسمح لكما بالهرب لتكون الغد لي وليعرب وللملكة ولكل أمل حلو في عاد، إن بقي فيها أمل حلو. وأنت يا قيس؟ أنا ما أنا صالح إلا سيف مسلول في يد الطاغية، متى أراد أن ينزل به فوق رأس قطعته، فوق جسد مزقته، فوق قلب اخترقته. تعسي عليك يا قيس، تعسي عليك وتحتمل هذا؟ لست أحتمله، ولكن ماذا أفعل؟ أنا جندي مكاني وسط الجنود، بل على رأس الجنود. متى نفخ في البوق اندفعت، أمزق وأحطم وأبني مجد شداد بن عاد. ولا إرادة لك ولا رأي لك ولا وجود لك. وجودي في أمر قائدي، وإرادتي تستمد وجودها من أوامره وصرخاته. أفهم عنك. أما أنا فلا أفهم أي شيء. إنه جندي يا أسماء، والجندي مرتبط بقسم لا يستطيع أن يخالفه أبدا. نعم جندي، جزء من آلة الحرب العظيمة التي يتحكم فيها القائد الأعلى، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخالف أمر القائد الأعلى. فمخالفة أمر القائد الأعلى تعني الخيانة، لأنه وحده دائما الوطن والأمة والناس. كلمات وكلمات. الرجال يعيشون بالكلمات يا أسماء. فهمت ما أعني يا صالح. ويموتون أيضا بالكلمات. نعم يا أسماء، نعم، ويموتون بنفس الكلمات دائما. حتى ولو كانت هذه الكلمات زيفا يختفي وراءه الشر والعنف والغدر. ليس من حق الجندي أن يفكر، إنما الجندي ينفذ فقط. ولو فكر في معنى كل أمر يصدر إليه أو في جدواه أو عدالته لما حارب أبدا. لا أمل للناس في هذا الجانب يا أسماء. سيعطي شداد الأمر وسينفذه الجنود دون نقاش. حتى ولو كان هذا الأمر هو أن يقتلوا بأيديهم أهلهم، آباءهم وأمهاتهم وأولادهم وأخوة لهم وأخواتهم، صلب وجود عاد كلها. من تردد أقتله بيدي وأمام زملائه من الجنود فهذا هو الجيش، وإلا أصبح الجنود مجموعة من المسلحين الذين لا يخدمون هدفا أو يؤدون رسالة. ولكن لا لكن في هذا يا أسماء، ولا جدل فيه أو نقاش. هيا بنا، هيا قبل أن يفوت الأوان. نعم وأسرع، فقد ضيعنا وقتا طويلا في النقاش. قلبي يتمزق، قلبي يتمزق وأنا أترك أعز من في عاد في قبضة هذا الوحش الذي لا قلب له. لم يبق إلا أمل واحد، وأمل واحد فقط. إذا كان هناك أمل وسط كل هذا اليأس فلماذا لم تقل هذا؟ لست أعرف ما جدوى التشبث به، ولكنها طلبت مني أن أبحث عنه، وكان في حديثها وصوتها ما يوحي بأنها تعلق الشيء الكثير عليه. من؟ الملكة. من تعني يا صالح؟ أعني قيس بن علاق. من؟ وزير شديد بن عاد. لو كان حيا إلى الآن لزاد على 100 عام بكثير. أي أمل في مثله؟ وأي أمل في أي شيء؟ ولكن ما دامت هي قد طلبت أن تجده لها فسوف تجده. نعم يا أسماء، سنجده، سنجد لها قيس بن علاق. يا أهل عاد، هذا زعيمكم وملككم وصاحب أمركم شداد بن عاد يتحدث إليكم، فاستمعوا إليه وافهموا كلماته.
كل يوم له فينا عشرة من القتلى، وكل يوم له فينا عشرة من السجناء، وكل يوم له فينا عشرة يتحولون إلى جواسيس وعملاء، تهزهم هزة أصبعه وتدفعهم كلمة منه إلى خيانة أمهاتهم وآبائهم. حبيب، أسمعت ما يقوله الناس؟ مولاي، أنت تعرض نفسك هكذا لخطر شديد. لا لا لا، لن يعرفني أحد في هذه الملابس أبدا، ولو عرفوك لما أنقذنا أحد من أيديهم. كل الناس يذهبون غدا إلى قصر شداد، كل الناس يقفون منذ الصباح وحتى الظهر أمام قصر شداد، كل الناس هنا، النساء والأطفال والرجال مكانهم غدا أمام قصر شداد. هذا أمر شداد بن عاد، هذا أمر شداد بن عاد، هذا أمر شداد بن عاد. جنوده المنتشرون في كل مكان، سيفه الذي لا يتردد في تحطيم الرقاب والأجساد، قسوته وجواسيسه يندسون في كل ناد. سمعت يا حبيب، الخوف يحط عليهم، يفقدهم رشدهم وصوابهم. نعود إلى القصر يا مولاي. سيذهبون غدا كالنعاج إلى ساحة القصر ليشهدوا مصرع زعيمهم يا رب، ولن يحرك أحد منهم أصبعا للدفاع عنه أو حمايته. أفهمت ما أعني يا حبيب؟ هم قطيع، نعم، مجرد قطيع يحركهم نباح كلب أو صهيل حصان أو ناي الراعي، ولكنهم قطيع، قطيع، مجرد قطيع لا رأي له ولا موقف. لحظة أن نزعت منهم الرأس أصبحوا لا شيء، وحين تبرز لهم رأس أخرى أشد قوة وبأسا سيتبعونها حتى إلى الجحيم. هم يتبعونك يا مولاي لأنهم يعرفون قدرك ومكانتك، ولكنني لا أحب أن يتعرف عليك أحد منهم الآن أبدا. لا تخف، لا تخف يا حبيب، هم مهمومون بالنداء وبما سيحدث في الغد. يا عرب الخائن يحاكم غدا أمام قصر شداد، يا عرب العميل يعدم غدا أمام قصر شداد، يا عرب الجاسوس عميل الأعداء تقطع رأسه غدا وتعلق على باب قصر شداد. الكل مدعو أمام القصر بأمر أمن شداد. الحب مات، أماته الخوف يا يعرب. الحب مات، لم يبق منه إلا أشلاء الأعراض المنتهكة وبقايا كرامات الإنسان الضائعة. الحب مات، والأكواخ انتهكت، والدفء قتله صقيع رياح هوجاء باردة. أسمعت يا حبيب؟ اليأس ملك قلوبهم، لن يرفع أحد أصبعا ضدنا غدا. هم يخاطبونه رغم أنه ليس بينهم. نعم، ولكنهم يعلنون له أنهم ليسوا معه في أي معركة. حقا، اليأس ملأ كلماتهم وأصواتهم. بل سيسعدون بإعدامه، ولن يبكيه أحد أبدا. كما قلت يا مولاي، هم قطيع بلا رأس، وسيسلمون رؤوسهم لأول قاطع حاد السلاح ليضيف كل الرؤوس إلى الرأس الأكبر التي تقطع أولا. نعود يا مولاي إلى القصر. لا زلت تخاف يا حبيبي؟ ألا تعرف أن الكل يخضع، فليس هناك من يثير فيهم الحمية أو يدفعهم بكلمات التمرد. مولاي، مولاي، هذه الجماهير من الخطر اللعب بها، فهي إن كانت تستكين الآن فبعد لحظات ستنفجر، لا أحد يعرف متى تشكو ومتى تنفجر. فهيا بنا، هيا يا مولاي، هيا بنا إلى القصر، أو أصدر أمرك يحيطك الحراس. لا، أنا لم أستمتع في حياتي مثل استمتاعي الآن وأنا أسمع أصوات اليأس والتعاسة لهذه الجماهير التي قهرها الذل والصوت. أنا شداد، أنا وحدي أملك وجود هذه الجماهير ودمارها، وهي لا تراني في وسطها، أسمع نبضها الذليل
تعس. هيا بنا يا مولاي، هيا بنا، فالازدهام قد زاد. نعم هيا بنا. وسيحاكم الكل يا عرب لأنه خائن، وسيدينه الكل لأنه جاسوس، وسيعدمه الكل لأنه عميل. لا مكان وسطنا للخونة، لا مكان وسطنا للجواسيس، لا مكان وسطنا للعملاء. هكذا قال شداد، وهكذا يمضي حكم شداد. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي.